لو محتار بين الواي 7 برايم 2019 والاونر 8 سي ومش عارف تختار ازاي وفاكر ان الفرق معالج بس، في الفيديو ده هوريكم 9 اختلافات بين الموبايلين. اول اختلاف معانا هو شكل النوتش اللي في الشاشه. الواي 7 برايم 2019 النوتش على شكل دروب ووتر، اما الاونر 8 سي النوتش العريض القديم. طبعا نقطه التفوق هنا للواي 7 في حته ترند النوتش الاجدد والاشيك، وعموما تقدر تلغي النوتش من الموبايلين لو مش بتحب شكل النوتش. بالنسبه للشاشات مفيش اختلاف جوهري، الاثنين 6.2 بوصه بدقه اتش دي بلس ومش عليهم طبقه حمايه، والاونر 8 سي بيجي متركب عليه سكرينه، اما الواي 7 برايم بيجي معاه السكرينه لوحدها في العلبه، والشاشات الاثنين نفس الالوان والسطوع تحت الشمس تقريبا. تاني اختلاف معانا هو التصميم. الواي 7 برايم بيجي بظهر من البولي كربونايت او البلاستيك مع طلاء لامع تحسه مرايه شويه، هيبان فيه الخرابيش والبصمات اسهل واسرع من الاونر 8 سي اللي ظهره من البلاستيك برضو بس بطلاء مطفي شويه مع تغير بسيط قوي في الوان الظهر مع انعكاس النور عليه. يعني من الاخر الاثنين بلاستيك، الواي 7 لامع وال8 سي مطفي. وعلشان تريح دماغك من قصه ان الظهر يتخربش حتى مع تركيب الجراب الشفاف اللي بيجي مع الموبايل بسبب ان التراب بيدخل بين الجراب والموبايل، ممكن تركب بروتكشن او حمايه لظهر موبايلك بالكامل من شركه بروسكنز، عندهم اكتر من شكل ونوع، والسكين او الحمايه اللي بتتحط على الموبايل بتمنع تماما دخول اي تراب لظهر الموبايل وهتمنع انه يتخربش وتحافظ على موبايلك كانه جديد، وكمان هتحسن من ملمسه لان بصراحه ملمس البلاستيك في الايد مش كويس خالص. وهتلاقي لينك الموقع وصفحة الفيسبوك بتاعت بروسكنز في الكومنتات تحت. اما بالنسبة للاختلاف التالت هو تقفيل الموبايلين. تقفيل الواي 7 عجبني اكتر لان فيه فريم من المعدن بارد شوية عن جسم الموبايل، هيخلي احساس الموبايل في ايدك احسن شوية من الفريم البلاستيك اللي مش بارز في موبايل اونر 8 سي، مع العلم ان الاتنين فيهم نفس الكيرفات في الظهر تقريبا. رابع اختلاف معانا هو صوت السبيكر الخارجي او الجرس زي ما بيقولوا عليه، بالرغم ان الاتنين سماعة واحدة، خلي بالك التانية اللي في الواي 7 دي مش شغالة كسماعة، هي محطوط فيها المايك الاضافي، الا ان صوت الواي 7 اعلى بفرق بسيط من الاونر 8 سي. بالنسبة لصوت سماعات الاذن فهنا الوضع معكوس، التفوق هنا للاونر 8 سي لانه طلع صوت اعلى واحسن وبرضه بفرق بسيط عن الواي 7. خامس اختلاف معانا هو سرعة الفيس انلوك. برغم ان في تفوق لكاميرا الواي 7 الامامية والنقطة دي هنتكلم فيها كمان شوية، الا ان الفيس انلوك كان اسرع في الاونر 8 سي بشكل ملحوظ عن الواي 7، مش هتحس ده الا لما تستخدم الموبايلين مع بعض. ثانية واحدة كده، انت عارف ان 80% من اللي بيتفرجوا على فيديوهاتنا مش عاملين سبسكرايب للقناة، وده هيخليك ما تشوفش اي مقارنة او مراجعة جديدة اول ما تنزل؟ انزل تحت واعمل سبسكرايب لو انت مهتم تشوف مراجعات ومقارنات حيادية من غير تطبيل، وبالمرة اعمل لايك واطلع كمل الفيديو. سادس اختلاف معانا هو المعالج. خليني اشرح لك الفرق وانا بعمل سبيد تيست لفتح البرامج والالعاب قدامك. الفرق هنا مش بسيط من وجهة نظري في نقطة المعالج، وده اهم اختلاف ما بينهم. الواي 7 بيجي بمعالج سناب دراجون 450، معالج ثماني النواة قديم حبتين، هتاخد منه اداء مقبول لو استخدامك سوشيال او جيمز خفيف، اما لو جيمز تقيلة زي ببجي فالموبايل ده هيسقط فريمات شوية على اقل اعدادات جرافيك زي ما وضحنا في فيديو مراجعة الموبايل اللي ممكن تشوفه من الاي اللي فوق. اما الاونر 8 سي بيجي بمعالج اول مره نشوفه في مصر هو سناب دراجون 632، ده معالج افضل من الموجود في الواي 7 بفرق مش قليل، هيديك اداء وسلاسه تشغيل افضل في الاستخدام العادي، وطبعا هتحس بفرق كبير بين لما تلعب ببجي هنا وهنا. في الاونر 8 سي اللعبه سلسه ومفيش تسقيط فريمات على عكس الواي 7. في النهايه علشان احسم لك الجدل، لو النقطه اللي هتمنعك من انك تشتري الواي 7 هو المعالج بس انت في نفس الوقت مالكش في الجيمز، دي مش هتبقى مشكله معاك. اما لو انت متحمس للواي 7 وانت بتلعب جيمز كتير، انصحك تغير رايك وتفكر في الاونر 8 سي او اي بديل تاني. هسيبك مع باقي السبيد تيست.
بالنسبه للسوفت وير فهو واحد في الموبايلين، الاثنين اندرويد اوريو 8.1 مع واجهه هواوي 8.2. الاثنين فيهم خاصيه سبليت سكرين علشان تقسم الشاشه بين تطبيقين. اما بقى الاختلاف السابع والمهم جدا بين الموبايلين بيجي في حته الاب تو وين، او ميزه عمل نسختين من برامج التواصل الاجتماعي زي الماسنجر، الواتساب، الفيسبوك. الواي 7 للاسف ما فيهوش الميزه دي، اما الاونر 8 سي فالميزه دي موجوده بالفعل. تامن اختلاف معانا هو الكاميرات. الكاميرا الاماميه في الواي 7 16 ميجا بكسل، والاونر 8 سي 8 ميجا بكسل. الاثنين نفس فتحه العدسه f2.0، والاثنين فيهم فلاش ليد حقيقي. الاثنين ما فيهمش عزل او بورتري. هعرض عليكم صور متصوره من موبايلين جنب بعض، وهعمل زوم علشان نشوف فرق الكاميرا السيلفي اللي واضح انها احسن في الواي 7 من الاونر 8 سي، والفرق ده بيبان اكتر في التصوير الليلي. ندخل بقى على الكاميرا الخلفيه اللي هي مزدوجه في الموبايلين، 13 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 مع واحده ثانيه 2 ميجا بكسل عشان العزل. وبرغم ان الاثنين نفس الكاميرا المفروض يعني، الا اني اخدت بالي من فرق بين الموبايلين في الصور. هعرض عليكم شويه صور متصوره من موبايلين جنب بعض معمول عليها زوم علشان نشوف فرق الالوان والنويز والتفاصيل، وخليني اشوف رايكم في الكومنتات تحت في النقطه دي، وشفتوا مين احسن في الكاميرا الخلفيه، لان الموضوع محير شويه. هسيبكم مع باقي الصور وندخل في الفيديوهات. بالنسبه بقى لتصوير الفيديوهات، فانا دلوقتي بصور بالواي 7 2019 وبالاونر 8 سي الاثنين جنب بعض في طريق الصبح زي ما انتم شايفين. هنشوف ثبات مين احسن. طبعا المتوقع يعني ان ثبات في الاثنين يبقى وحش لان مفيش مثبت الكتروني. وانا دلوقتي بصور على 1080 بي، الاثنين بيقدروا يصوروا 1080 بي او 720 بي 30 فريم في الثانيه. الاثنين ما فيهمش 4K، الاثنين ما فيهمش سلو موشن او تايم لابس. وهنشوف برضو مين اللي جوده المايك بتاعه احسن. المفروض الاثنين تقريبا يعني نفس جودة المايك، بس هنشوف برضو مع بعض في الفيديو النهائي. بالنسبة بقى للتصوير بالليل للفيديوهات، انا دلوقتي بصور بالواي 7 برايم 2019 والاونر 8 سي. بتمشى في طريق ضلمة زي ما انتم شايفين، نفس تقريبا المنطقة اللي انا بصور بيها بالليل كل مرة. هنشوف مع بعض كان مين الموبايل اللي ادانا ثبات احسن، وهنشوف برضو جودة العزل بالليل. هنشوف برضو تعامل كل موبايل مع الإضاءة، يعني زي ما انتوا شايفين في عربيات جاية في وشنا، ودي حاجة صعبة جدا على أي موبايل، وخصوصا لو موبايل اقتصادي زي الموبايلات اللي أنا بتصور بيها دي، إن هو يتعامل معاها. تاسع واخر اختلاف بين الموبايلين هو السعر. الواي 7 2019 بسعر 3000 جنيه نسخه واحده 32 جيجا مع 3 جيجا رام، اما ال8 سي بيجي بسعر 2800 جنيه لنسخه واحده موجوده 32 جيجا مع 3 جيجا رام. وسريعا كده، في حاجات كتير مشتركه في الموبايلين ومفيش فيها فرق، وهي ان الاثنين بيعرضوا ايقونات اشعارات البرامج جنب النوتش، والاثنين فيهم لمبه اشعارات باكتر من لون ونورها قوي. الاثنين نفس صوت سماعات المكالمات تقريبا، برغم ان شكل وحجم السماعه مختلف. في الواي 7 هي في حافه الموبايل من فوق لان مفيش مكان في النوتش، اما الاونر 8 سي فهي بيضاويه وموجوده في النوتش العريض. الموبايلين نفس قوه الشبكه تقريبا، ما واجهتش معاهم مشاكل في التعامل مع الموبايل داتا والمكالمات في الاماكن اللي الشبكه فيها ضعيفه. والاثنين فيهم بصمه سريعه زي بعض تقريبا، والاثنين بطاريتهم 4000 ملي امبير هتستحمل معاك من 10 ل 11 ساعه الشاشه مفتوحه، والاثنين معاهم شاحن 5 فولت 2 امبير وهيشحنوا في حوالي ساعتين وثلث بالكامل. واخيرا الموبايلين تقدر تركب فيهم شريحتين اتصال وكارت ميموري مع بعض في نفس الوقت. في الاخر انا كده وضحت لكم كل الاختلافات والفروقات اللي شفتها لما جربت الموبايلين جنب بعض، ونقلت ليكم التجربة الكاملة. مش هقدر اقولك تشتري مين وما تشتريش مين، لان استخدامك انت هو اللي بيحدد الموبايل الانسب ليك. على سبيل المثال لو بتدور على كاميرات افضل، فواضح في الصور ان الواي 7 افضل من الاونر 8 سي، اما لو بتدور على اداء افضل في الجيمز فالاونر 8 سي هيكون مناسب اكتر ليك. كان معاكم احمد، واحد من فريق مراجعة الموبايلات من موقع موبايزيك.